السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. بدي أتشكر كل الناس والمشتركين يلي عندي بالقناة عم يدعموني. أنا بتشكركم كتير كتير على الدعم اللي عم تعطوني إياه والطاقة الإيجابية اللي عم تعطوني إياها لحتى أني استمر وكمل بهي القناة اللي أنا فاتحة. اليوم رح نحكي بهذا الفيديو عن جمل ألمانية نستعملها بحياتنا اليومية يعني بألمانيا، تمام؟ وبيستعملوها كتير الألمان، يعني مثل بيقولوا إنه جمل عامية يعني، تمام؟ فإنه هي الجمل تبقى معروفة للألمان، وبنفس الوقت إحنا بدنا نتعلم كيف نلفظها وبالإضافة شو ترجمتها، تمام؟ طبعاً هذا الفيديو بصراحة انطلب مني طلب من أحد المشتركات عندي بالقناة، وقالت لي إنه يا ريت تعملنا فيديو مثلاً جمل ألمانية مشان نحنا نسمعها. فأنا هذا الفيديو عامله اليوم بناء على طلب الأخت عندي بالقناة، تمام؟ وبالإضافة كمان للناس كلها بتستفاد منه، بتشكرها على الفكرة والاقتراح اللي اقترحته علي. أنا بصراحة يعني قناة عندي منوعات تعليمية بنزل فيها كل شيء، أي مقترحات عندكم، أي أفكار حابين تعرفوها، أي شيء بدكم تعرفوه بإمكانكم تخبروني بالتعليقات شو الأفكار، أنا إذا كنت بقدر إن شاء الله بعملها، تمام؟ فاليوم رح نبلش بهي الجمل. هي جمل متفرقة يعني ما في شيء معين، جمل متفرقة رح أقولها أنا وأكتبها بالألمان نفس الوقت أكتب ترجمتها، تمام؟ يلي عم شوف الفيديو عندي جديد بالقناة بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. بالإضافة بإمكانكم تفوتوا لعندي، أنا في عندي سلسلة كمان تعليم ألماني بالصور كمان حاططها عندي بالقناة، بإمكانكم تفوتوا وتشوفوا في دروس من الواحد لحد الآن عملت 8، تمام؟ فيلا ما رح طول عليكم، يلا خلينا نفوت ونبلش دغري بصلب الموضوع. تمام، هلا عنا اول جمله رح نقولها اللي هو انت اذا بتسال الواحد انه شو اخبارك، تمام؟ انه شو اخبارك، ففيك تقول له كلمتين، يعني فيك تقول له جملتين. الجمله الاولى was get up، was get up هي معناتها انه شو اخبارك، تمام؟ وفي واحده تانية فيك تقول له wie geht's dir، wie geht's dir انه كيف حالك، تمام؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ هاي معناتها في جيدس ديا إنه عم تسأله أنت عن أخباره، تمام؟ في هدول الجملتين. طيب في عنا اللي بعدها، أنت وتسألته هذا السؤال بده يجاوبك هو، تمام؟ بده يجاوبك يعني يقول لك إنه شو أخباره وشو أوضاعه، فبيجاوبك كمان جملتين. في أول جملة اللي هي nichts besonderes، nichts besonderes هي معناتها انه ما في شيء مميز، يعني مثل انه ما في شيء جديد، تمام؟ وفي واحدة تانية بيقولوا الالمان كتير انه الاختصار كمان nichts besonderes، nichts besonderes، تمام؟ هي انه يعني ما في اي شيء، يعني ما في اي شيء جديد، تمام؟ هذول الجملتين كمان. بدك تقول له لواحد مثلا انه لا تقلق، انه يعني لا تشغل بالك، لا تتوتر، لا تقلق، تمام؟ يعني بمعناها انه يعني لا تقلق، يعني لا تقلق، خليك انه هادي. بتقول له mach dir keine sorgen، mach dir keine sorgen انه لا تقلق يعني، تمام؟ او بالاختصار مثلا بتقول له مثلا اذا عم تحكي انت وواحد شفته هيك متوتر وقلقان ومتضايق وكذا، بإمكانك تقول له keine sorgen، هاي باختصار keine sorgen، تمام؟ لنفترض انت عم تحكي مع شخص، تمام؟ وهذا الشخص انت عم تحكي عم يقاطعك، تمام؟ يعني كل ما عم تحكي تكمل كلامك يقاطعك، فانت شو بدك تقول له؟ يعني بدك تقول له انت انه خليني كمل كلامي، يعني انه انت عم تقاطع مثلا، انت بدك تقول له خليني كمل كلامي، فبإمكانك تقول له lass mich ausreden، lass mich ausreden يعني انه خليني كمل كلامي، تمام؟
انت مثلا كنت بالسوبر ماركت او كنت بالسوق وشفت واحد صاحبك، تمام، وهذا صاحبك مثلا ما انتبه عليك، يعني ما شافك، ما انتبه عليك، فانت بدك تقول له انه شو ما انتبهت لي، يعني ما شفتني. فشو بامكانك تقول له؟ هي جمله بيقولوها يعني الالمان. بامكانك تقول له hast du tomaten auf den augen، hast du tomaten auf den augen. هلا اللي بيقرا الجمله بيقول انه شو طماطم، طماطم يعني هي البندوره، طماطم، تمام، بس هي بما معناها هي الجمله انه شو انت حاطط على عيونك طماطم وما لك شايفني يعني مثلا، فهي بما معناها انه شو ما انتبهت لي، يعني هيك معناها، تمام. وفي جمله ثانيه اذا ما بدكم تقولوا هي الجمله، مثلا بامكانكم تقولوا hast du mich nicht gesehen، hast du mich nicht gesehen، انه انت ما شفتني، يعني ما انتبهت لي، يعني في هي الجمله او هي الجمله، انتوا اللي بتلاقوها اسهل عليكم بامكانكم تستخدموها. الجو بارد، تمام، وانت بردان مثلا او انت بردانه، فبتقول له للشخص اللي معك انه انا بردان، تمام، انه انا بردان. ففيك تقول له او فيك تقول له mir ist kalt، mir ist kalt، هي معناتها انه انا بردان. هلا في بعض الناس بتخربط، بتقول يعني بكون لسه اللغه جديده عليه او جديده عليها، مثل كلياتنا كنا جداد على اللغه، كنا نخبص كثير يعني وتخبيص كثير، تمام. ف شو كنا نقول؟ كنا نقول ايش بن كالت، ايش بن كالت، هي غلط. ايش بن كالت يعني انه انا بارد، تمام، يعني مثل انه انا شخص، انا انسان بارد، فما بتصير تقول انه ايش بن كالت، يعني معناته انه انا بارد. اما هي المضبوط انه انا بردان، اللي هي بتجي مير، صفة الملكية، مير is cold، انا بردان، تمام. شخص بده يقول لصديقه او لحدا مثلا واقف معه او قاعد معه مثلا، بده يقول له انه انا ضايق خلقي، يعني ما لي خلق لشي، يعني ما عندي خلق ساوي شي، تمام. بامكانكم تقولوا له جملتين، في جملتين. اول جملة ich habe keine lust، ايش هابي كان اللوست، انه ما عندي خلق، داي خلقي. او بامكانكم تقول له واحده كمان، جمله ثانيه ايش هابي كان بوك، ايش هابي كان بوك. هذول التنتين انه ما عندي خلق او ما عندي رغبه اني اساوي شيء، داي خلقي، تمام. حدا مثلا عم يطلب منك طلب وبدك تعمل شيء مثلا، وانت بدك تجاوبه وتقول له انه انا بعمل هذا الشيء بس بشرط، يعني بساوي لك هذا الشيء اللي بدك عم تطلبه مني بس عندي شرط، تمام. بامكانك تقول له ich werde es unter einer Bedingung machen، ich werde es unter einer Bedingung machen، تمام. هاي معناتها الجمله هاي اللي قلت لكم اياها، انه انا رح اعمل لك هذا الشيء بس بشرط. هلا راح اعطيكم اخر جمله مشان ما نطول الفيديو ونمل، تمام، مشان ما نطول الفيديو كلياتنا نمل من الموضوع. هلا راح اعطيكم اخر جمله، واللي هي انت مثلا شفت واحد، تمام، وبتعرف مثلا والده، في معرفه بينك وبين والده، وبدك تقول له لهذا الشخص انه سلمني على ابوك مثلا، تمام. فشو بامكانك تقول له grüßen bitte deinen Vater von mir، رح أقولها على البطيء grüßen bitte dein Vater von mir، يعني سلمني على أبوك، تمام، إنه تحية مني لأبوك، سلمني عليه، تمام. أو مثلا إذا تقول له للأخ أو للأم أو للعم، بس بتغير عوض كلمة مثلا Vater للأخ Bruder، للأخت Schwester، للأم Mutter، للعم Onkel، تمام. يعني مثلا للأم grüßen bitte deine Mutter von mir، تمام، هي انه سلم لي. انت بامكانك شو تجاوبه؟ يعني باختصار بتقول له يا ماخيش، يا ماخيش، يعني انه اوكي رح اعمل هذا الشيء، تمام، انه رح اوصل التحيه تبعك، تمام.
تمام اخواتي، هاي الجمل تبع اليوم اللي حكيناها ان شاء الله نكون شرحناها بطريقة سلسة وتحسنوا وتتعلموها ان شاء الله وتتعلموها. هي بس القصة بدها ممارسة، يعني هاي الكلمات اللي عم بعطيكم اياها هلا كلها تعلمنا اللغة هيك، انا واحد من الناس كمان تعلمت اللغة هيك، بكتب الجمل والكلمات تمام، بحطها بكتبها عندي على ورقة، كل ما كنت قاعد بقراها كل ما كنت قاعد بقراها مشان تترسخ الكلمة بدماغي تمام، وبقعد بلفظها ليش؟ مشان يكون اللفظ بقى صحيح وبنفس الوقت انه سلس وسهل وسهل تمام. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله في إنا فيديوهات كتيرة تانية ان شاء الله عن هالمواضيع هاي، ورح احكي عن جمل كتير كمان عامية بالحياة العامية بتصير تمام، رح احكي عن الموضوع كمان مرة تانية فيديوهات تانية ان شاء الله. مثل ما قلت لكم في عندي سلسلة فوتوا تفرجوا عليها، تعليم اللغة الألمانية كمان بالصور كتير حلوة وظريفة، فوتوا تفرجوا من الواحد لثمانية صرت عامل. بالإضافة رح أحط لكم الروابط بالوصف تمام، رح أحط لكم من الواحد لثمانية، بإمكانكم اللي بيحب يفوت يتابع الدروس هاي كمان حلوة، بفوت بشوفها وبتابعها من الروابط يلي بالوصف. هو مشكلة ضيق الوقت ما عم يلحق الواحد يعمل كتير شغلات، بس إن شاء الله عم نحاول قدر الإمكان ننزل شغلات الكل يستفاد منها بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.